ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يسعى إلى الإصلاح دائما بين الصحابة، سواء كانوا رجالا أو رجالا ونساء، بين الأزواج، في داخل الأسرة. والمواقف في ذلك يعني كثيرة جدا. أعطيكم بعض النماذج. يعني مثلا في حديث أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت. انظروا إلى الشكوى، يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. يعني شكوى عجيبة، ولو نظرنا إليها نظرة سطحية سنقول بأن هذا الرجل فيه أخلاق غير طيبة، فهو يضرب النساء، ويضربها على ماذا؟ إذا صلت يضربها على الصلاة، وإذا صامت أمرها بالإفطار، ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، يعني مهمل في الصلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل بالبدء في القضية بمجرد سماع كلام هذه المرأة، وإنما سأل صفوان، سأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، ما في داعي أن تقرأ سورتين، اقرأ سورة واحدة. وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظت فصلي. فهذا الحديث أو هذه الرواية يعكس لنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح والتوفيق وبيان الحق في ذلك. فكانت هذه المرأة تطيل الصلاة وتقرأ بسورتين طويلتين، وهذا يزعج زوجها ويعطل مصالحه، والرجل لم يمنعها من الصلاة أو يمنعها من الإطالة، وإنما أمرها بالتقصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن المنهج الصحيح هو أنها تجمع بين حبها للتطويل وبين حق الزوج، فتطيل بالحد المعقول والمقبول. وبالنسبة للصوم أخبرها بأن الصوم النافلة، المقصود صوم النافلة والزوج حاضر، لا يجوز إلا بإذنه، لأن حق الزوج أعظم وهو فرض واجب، وصوم النافلة ليس بواجب، فلا تقدم النافلة على الفرض. وقوله أنه لا يصلي حتى تطلع الشمس، اعتذر الرجل بأنه ثقيل النوم وبأنه من أهل بيت نوم ثقيل، وهذه حالات توجد في الناس. فيعني ليس مجرد كون مثلا زوجي لا يصلي حتى تطلع الشمس، أو ولدي لا يصلي حتى تطلع الشمس، أو أخي لا يصلي حتى تطلع الشمس، يلزم اتهامه مباشرة. أولا لابد أن يستفسر، يبحث عن عذره، يسعى له إلى حل. فإذا أبدأ عذرا مقبولا فيلتمس له العذر. ولا نفتش أيضا كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتش كثيرا، قال له: لعلك تستطيع أن تستيقظ، لعلك تريد أن تتهرب من الصلاة. لا، وإنما عندما أتى بهذا العذر فالنبي صلى الله عليه وسلم قبله منه، والله عز وجل هو الذي يتولى السرايا. إذا كان هذا الرجل كاذبا فالله يعاقبه، لا تعاقبه الزوجة. فإذا قال لها بأن نومي ثقيل،
فهي تسعى إلى إيقاظه، فإن استيقظ فالحمد لله، ما استيقظ تلتمس له العذر ولا تتعجل باتهامه أو بصنع مشكلة معه في أمر هو يدعي أنه يوجد لديه عذر فيه وهو ثقل النوم. فهذه مثال من الأمثلة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشكلات.